أوقات عصيبة تشهدها بنغلاديش، إذ تحولت مظاهرة الطلاب ضد نظام الحصص في الوظائف الحكومية إلى احتجاجات دامية، لتصبح الأكبر منذ إعادة انتخاب رئيسة الوزراء الشيخة حسينة لولاية رابعة. بنغلاديش التي يعاني نحو خمس سكانها من البطالة والبقاء خارج منظومة التعليم، اضطرت حكومتها إلى نشر دوريات الجيش وفرض حظر التجوال في العاصمة، بعدما فشلت الشرطة في السيطرة على الاحتجاجات التي خلفت نحو 300 شرطي مصاب. وفقاً لفرانس بريس، أطلقت الشرطة النار بالرصاص الحي على المتظاهرين وسط تجمع آلاف المحتجين في حي رامبورا السكني في تحد لقرار حظر التجول الذي أعلنته الحكومة، ودخل حيز التنفيذ في الساعات الأولى من صباح السبت. وعلى الرغم من أن شوارع دكا بدت شبه مقفرة عند الفجر، فإن نيران الغضب لا تزال مستعرة فاتحة الأبواب لعديد السيناريوهات.